وسمي بالعاقب. أها العاقب معناه شو؟ العاقب أي الذي لا نبي بعده، لا نبي بعده. طيب يا أخوانا، عيسى بن مريم عليه السلام رفع صحيح، وبينزل في آخر الزمان ويحكم الناس ويطهر الأرض ويقيم العدالة، منتشر الخير والبركة في عهده. طيب كيف نقول نجمع بين نزول عيسى في آخر الزمان وبين شنو؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم هو العاقب الذي لا نبي بعده. أيوة ممتاز، لأنه بيجي بيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بيحكم بشريعته وبينزل بيصلي ورا المهدي. وإحنا جماعتنا ديل قالوا في مهدي كان هنا، قالوا ده المهدي المنتظر بتاعنا الزمان ده، قالوا ده المهدي المنتظر، ده لا المنتظر ولا أي حاجة، ما يهودة. لأنه أول حاجة المهدي المنتظر اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، وفي عهده ينزل عيسى بن مريم. عيسى بن مريم بينزل والمهدي موجود، والمهدي يولى في الكعبة هناك في البيت الحرام، وبيبقى حاكم على مش على السودان، المهدي ده حاكم هناك في الجزيرة العربية. وينزل عيسى بن مريم عليه السلام والمهدي يصلي بالناس، يقوم يتأخر المهدي، فعيسى عليه السلام يقدمه يقول له إمامكم منكم. فده غشوا بس السودانيين ساي، ده المهدي المنتظر والورد حقه يقروا فيه والعصرية كلها، والناس تلقاهم حافظينه حفظ، وقول لك من لم يؤمن بي فقد ارتد، وكلام كثير فارغ جدا. كويس. فينزل عيسى بن مريم يصلي الصلوات حقتنا دي ذاتها، الصلوات المكتوبة خلف المهدي المنتظر. كويس. عشان كده يا اخواننا نجمع بيناتهم، نقول انه اصلا هو ما بينزل بشريعة جديدة، انما بنفس شنو؟ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو العاقب.